جود لك. ايه هو في حاجه تانية؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ هم صعبوها عليك كده يا عم؟ الدنيا ابسط من كده والله. تعالى يا اسطى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ مقطع لعبه سوبر ماريو. تمام، سوبر ماريو طبعا كل الناس عارفاها طبعا، بعد التحديث الجديد بيقولوا اللعبه بقت احسن واحسن من زمان اصلا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لو انت اول مره تشوفني. ليتس جو. طبعا احنا متفقين ان اصلا لعبه ماريو زمان احسن بكتير من الايام دي، يعني فاهمني؟ يعني انت مثلا لما تسمع موسيقى ماريو زمان والكلام ده كله، انت اصلا بترجع ذكريات لورا، فاهمني؟ لكن دلوقتي بقى احنا هنجرب لعبه ماريو بعد طبعا التحديثات والكلام ده كله، فاحنا هنشوف الدنيا ماشيه على ايه يعني. تمام، اعتقد ان الصوت مش صوت الجبنه دي بتاعت زمان برضو، عادي مفيش اي تغيير فيها اصلا. تمام، بس كجرافيك بقى احسن، بقى افضل بكتير يعني. المحاولة بتاعت زمان دي صح طبعا، فيها طبعا تغيير كتير جدا في البيوت والكلام ده كله. تعال نشوف هنا بس ايه الدهب ده ناخده. الموسيقى برضه متغيرة بتاعت لما توصل البيت والكلام ده كله. اللي لعب ماريو زمان هيعرف الفرق. هي حلوة بصراحة يعني، مش وحشة. تعالي يا طلق، انا هرجعك لأيام زمان. استنى، الدهب هنا. البيت ده برضه متغير على فكرة من زي الاول. يا نهار اسود، يا مال الحمايه عامله كده ليه؟ ده خفياني. انا مش فاكر هنا، اعتقد هنا كان في هنا كان في بيت كنا بنخش فيه اعتقد. معرفش احنا قربنا منه ولا ايه. طب هنكسر كده كله الطوب ده عشان نشوف. كنت هقع هنا في حاجة؟ لا خالص مفيش. انا لسه والله بستكشف المكان يعني، لسه معرفش اللعبة. نهار اسود على الغباء، الاسانسير احي. احي والله بجد. يلا بنركز هنا بقى عشان هنا ايه دايما بقع فيها. لا بصراحة اللعبة جميلة، هي لعبة جميلة، حتى هما ممكن يكونوا مثلا مغيرين فيها كتير، بس اللعبة حلوة بصراحة يعني. كانوا خلوا الموسيقى القديمة أحسن. ايه ده بقى البيت ده؟ يا لهوي بيت الشجر، يا لهوي على، يا لهوي على الناس. بيت الشجر ده أنا بعرف أعديه مرة واحدة كده عشان ايه. طبعا دي هتقع، دي هتقع، دي هتقع. لا بصراحة ممتعة. موت موت احي. ايه تقلبها؟ احي تاني. يلا طبعا دي هتقع. هتقع اللي فوق دي يعني، اعمل ايه طيب؟ ماشي. دي محاولة يعني، انا سايبها كده وبجري، فاهم انت؟ اللي هو اجري وخلاص. ايه الهبل ده؟ عدينا البيت خلاص ولا في حاجة هنا؟ ها؟ عدينا البيت خلاص. ايه ده بقى؟ البيوت دي كنت بحبهاش ابدا. موت نايس والله، البيوت دي كنتش بحبها ابدا. ايه ده بقى؟ دي مكان اللي كان بتلف. لازم نجري ولا ايه؟
الحمد لله. نط يا عم على مهلنا. بص ايه ده بقى، اعمل ايه؟ الموضوع سهل وبسيط والله، بس كده انت عايز دي. كان في وحش اصلا هنقابله في الاخر، اهو ده بقى. ايه ده الكريزم مثلا، نشوفه فين الاول؟ ليه 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 بتقرب مني يعني؟ ليه ليه؟ الحمد لله. ايه ده؟ بس نفسي موت والله العظيم. Good luck. ايه هو في حاجه ثانيه؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ هم صعبوها لي كده يا عم، الدنيا ابسط من كده والله. تعالى يا اسطى. الحمد لله عديت. لا يا حلوه جدا على فكره، يمكن تبقى في حاجه كده تبقى صعبه شويه بس تمام يعني. بس ارجع اقول برضو كان لازم اني اخلي الموسيقى القديمه احسن عشان تحس اصلا باللعبه يعني. ايه غباء، مش عايز. ايه دي؟ دي في حاجه جديده برضو. استنى اخدها ازاي دي؟ ماشي. ده بيضرب حاجه تانيه. حلو ده والله. لا حلوة دي. مش حاجة انزلها هنا. لا تمام، اتقل بقى، انت مش غبي بقى يا ولد. حلو التغيير فيها برضو، مش وحش والله يعني. افضل كده كتير عشان فعلا حلوه مش وحش. ماشي، كان عايز اتسلق برضو. اعمل ايه هنا يعني؟ يقول لي اجري يعني، اسرع يعني واجري. ماشي، استنى بس يا اسطى عشان ايه، مش ناقص وجع قلب. لهوي يا لهوي، استنى بقى كده عشان ايه. لا جدع، اقسم ان انا جدع. طب ايه، عندنا بيت خلاص. ننزل الميه نوم. ماشي، اكيد دي جبنه يعني. لا استنى 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 استنى، ايه ايه صدقني، انا كنت الاول كنت بعمل كده، كنت اقسم بالله كنت بعد كده. بس انا غبيت شويه، كنت مش بقوم في الميه اصلا. لا الغباء ليه ناسه والله العظيم، الغباء ليه ناسه. بس احنا قربنا نعدي كده. طيب ايه، نهار اسود. اهدى اهدى وامسك. استنى لما اعدوا بقى. خلاص كده تقريبا احنا عدينا البيت، بس الموضوع سهل وبسيط. البيت ده انا فاكره برضه. لا كنت بص كنت واخدها جري كده. هنا في جبنه، لا
والله العظيم فعلا ارجع اقول لغبالي ناسه. يا نهار اسود يا نهار اسود. اهي 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 يا نهار اسود. احي لا بس هنا كتروا اول اللي بيطير ده يعني انا مش فاهم في ايه ده اللي حصل ده. ها ده اللي هو ازاي يعني هو اللي حصل ده. لو في يا جدعان جيم اوفر مش مهم. بس بصراحة اللعبة حلوة جدا يعني تمام. لو انت عمر شوف نشوف قناة وفعل زر الجرس. سلام.